إسماعيل حجازي 1015 ربيع حسن 1015 يسار العدالي 1010 أسير نقيب كل هذه لا حكومة ولا ثقة في حكومة ذات شكل نمطي أو طائفي في لبنان. إذن ما الحل؟ وجوه جديدة، هذه هي وجهة النظر الشعبية الآن التي بدأت في التحول إلى واقع في النقابات عبر فوز لائحة النقابات أو النقابة تنتفض في انتخابات نقابة المهندسين لتكون النقابة الأولى التي تنتصر فيها مجموعات المستقلين على الأحزاب السياسية. تركزت المنافسة على مركز نقيب المهندسين بين مرشح لائحة النقابة تنتفض عارف ياسين ومرشح تيار المستقبل باسم العويني والمرشح عبدو سكرية لتنتهي بفوز الأول بأرقام يمكن وصفها بأنها ساحقة. هذه الأرقام وهذا الانتصار دفع بهاشتاج النقابة تنتفض إلى التفوق على أي وسم آخر في لبنان، لكن الأمر لم يقف على الهاشتاجات فقط بل ملأت الشوارع بالمحتفلين فيما امتلأت السوشيال ميديا بمقاطع فيديو توثق هذه الاحتفالات. نتابع. الشعب يريد إسقاط النظام. الانتخابات النقابية بلا شك أمر هام في أي دولة في العالم، لكن اهتمام اللبنانيين بهذا الانتصار كان منبعثا من نظرتهم للمستقبل، آملين في انتصار حركة انتفاضة أو الانتفاضة تستمر والمزيد من النقابات وغير النقابات لعل وعسى أن تكون مخرجا للبلد الذي يعاني أزمات لا تعد ولا تحصى. هذا الأمر بات واضحا في التعليقات التي سنتابعها الآن على هذا الحدث. لدينا أول تعليق نقرأه هنا من نعيم برجاوي الصحفي الذي كتب: عقبال الصحافة اللبنانية يصير عندها هيك انتخابات النقابة تنتفض. أيضا كتب عمر حرقوس الصحفي عمر حرقوس كتب معلقا: فسحة أمل يعيشها عدد كبير من اللبنانيين، هل يرفعون مثلها بالانتخابات النيابية؟ أقل من عام ليقولوا بوضوح كمواطنين لا للفساد ولمن نهب أموال الناس وبيوتهم وأملهم بالعيش، نعم للمحاسبة والعدالة، هاشتاج النقابة تنتفض. لدينا أيضا تغريدة هنا من الصحفي أدمون ساسين والذي وضح في تغريدته هنا أن النقابة تنتفض ليس لعارف ياسين ورفاقه فقط وإنما انتفضت ضد فشل أحزاب السلطة وعمقت الفشل والانهيار والجوع والفساد، لذلك النقابة انتصرت. القدرة على التغيير النقابي يجب أن ينعكس في الانتخابات النيابية، هذا هو الأمل لدى الكثير من اللبنانيين الذين دعموا هذا الانتصار. نحاول الآن أن نبحث في هذا الموضوع، معنا من بيروت المهندسة المعمارية والناشطة في لائحة النقابة تنتفض يارا عبد الخالق. أهلا وسهلا بك يارا إلى سكاي نيوز عربية، ومبروك هذا الانتصار الذي يعني أسعد ليس فقط النقابة وإنما على ما يبدو أسعد كثير من اللبنانيين. بداية، كيف جاءت هذه الفكرة؟ لأنه كان دائما في اعتقاد عند الكثيرين بأنه الأحزاب والطوائف هي التي تسيطر على كل التنظيمات في لبنان. بداية شكرا لكم. هيدا النصر فعلا هو نصر احتفل فيه جميع اللبنانيين امبارح، وهو نصر له رمزية كتير كبيرة، هو بداية لاستعادة النقابات بلبنان. هيدا الفكرة بلشت من بعد 17 تشرين وانطلقت من الساحات، بس كنا نحن كمهندسين نلتقي بالساحات وكنا من أكثر من مجموعة، منا تنظيمات سياسية معارضة، منا مجموعات مناطقية، منا مجموعات هندسية
إلى تاريخ نضالي بالنقابي. نعم. كنا عم نلتقي بهيدي الساحات، وقررنا أنه نحن بدنا ننقل 17 تشرين إلى نقابتنا، لأنه كان واضح تغييب دور النقابات بالثورة بشكل عام. ما كانت النقابات فاعلة بالثورة، ولا كانت مشاركة، ولا كانت محركة. كان الموضوع سهل ولا كان في صعوبات بين اللي اجتمعوا في البداية؟ يعني هل في ناس تركوا هذه الحركة في البداية لأنه شافوها غريبة أنه ما إلها طابع طائفي أو حزبي؟ كان في كتير صعوبات. أول شيء هيدا الجهد هو جهد مش وليد لاحظته، هيدا جهد له سنة ونص عم ينشغل. هيدا المجموعات مرقت بكتير محلات، بكتير صعوبات لتقدر تعمل هيدا التقطير أو المظلة الجامعة اللي هو النقابة تنطفئ. هيدا العمل اللي أنتم شفتوا نتيجته هو في وراء تنظيم كتير كبير، يعني كان في عمل للجان منوعة، كان في عمل كان في حتى عمل على مشروع موحد لكل بيمثل كل هيدي الناس وبيحاكي القواعد وبينطلق منها. كان في نوع من استفتاءات للمهندسين، كان في شغل على مدار سنة ونص مباشر مع المهندسين الأفراد وبالإضافة للمهندسين المنضويين بهالمجموعات. هل عندك علم إذا كان في نقابات أخرى أيضا يعني لديها نفس المشروع، طالما أنكم كلكم كنتوا تجتمعوا في الساحات؟ أكيد هيدي التجربة تعمم، يعني نحن كانت مجموعة مبادرات، يعني نحن مثل كانت مبادرة عملناها من طلعت من الساحة. بس أكيد في مثل ما نحن منتفضين بنقابة المهندسين، في كتير ناس منتفضين بغير نقابات. كان إن شاء الله منشوف هيدي التجربة تعمم على نقابات الأطباء. شفنا كمان انتصار للثورة بنقابة المحامين، سبق انتصار نقابة المهندسين. فهيدي التجربة أكيد تعمم، وبس بدها الإرادة وبدها طيب. إنه يكون الناس عم بتقطر نفسها وعم تنتظم بمظلة موحدة وتشتغل صوب أهداف موحدة ومشروع موحد. برأيك ممكن الموضوع يعني مستقبلا يمتد إلى الانتخابات البرلمانية؟ هل يمكن أن نرى أحزاب سياسية تنتفض، حزب ينتفض حزب جديد يعني يكون ممثل من قبل النقابات؟ حاليا بالبلد في كتير تنظيمات سياسية ناشئة، وهيدي نشأت في منها قبل 17 تشرين، في منها بعد 17 تشرين، وهدفها هو أنه تكون عن جد عم بتحاسب أقطاب المحاصصة اللي موجودين هلأ بالمنظومة، وأنه توصل نهج جديد إن شاء الله. أنه في أمل أنه إذا هيدي التنظيمات نجحت بأنه تعمل نوع من التنظيم والتقطير لشغلها، وأنها تشتغل على مشروع وتقدم بديل فعلي للناس، أنها تقدر أنه عن جد تعمل نتيجة كمان بالانتخابات النيابية. طب اسمحي لي بسؤال شوي حساس وأرجو أنه صدرك يتسع لي. بعض يقول أنه ربما تركيبة نقابة المهندسين واللي ظهروا على الساحة كمنافسين للنقابة تنتفض لم يكونوا بالقوة الكافية، وبالتالي كان في مجال لهذا الفوز، لأنه ما شفنا مرشحين من ما يسمى بتيار الممانعة مثلا أو حلفائهم المسيحيين هنا، وبالتالي كان ممكن تحقيق هذا الانتصار. لكن في نقابة أخرى إذا كانت مسيطرة عليها هذا التيار ف يمكن يكون صعب هذا النجاح لأنه الارتباط الأيديولوجي أقوى. شو رأيك؟ رأيي أنه أول شيء نحن عملنا انتخابات على مرحلتين، وبالمرحلة الأولى حتى كانت الأحزاب كلها مكتلة بلوائح موحدة للمندوبين، وقدرنا بهيديك المرحلة كمان أنه نربح 221 مندوب من أصل 231 مندوب نحن كنا مرشحين. فتكتل الأحزاب مع بعضها ما كان رح يوقف الربح، يعني إذا بتشوف أنت النتائج. وبعدين مش صحيح أنه الأحزاب ما كان عندها مرشحين، كان في مرشح واضح لتيار المستقبل موجود ومدعوم من أمل، وكان في أحزاب تانية عم تدعمه من تحت الطاولة، وكان في مرشح تاني هو مقاول ومدعوم كمان من القوات ومن غير فئات، إن كان فوق الطاولة أو تحت الطاولة. وهيدا الشيء، يعني هيدا الحكي اللي انت عم تتفضل فيه، لو كانوا مجموعين حتى كان بعدنا نحن حنربح، لانه النتائج بتقول انه نحن جبنا حوالي 6000 صوت، واكثر واحد يعني هن المنافسين جاب 1005، يعني نحن جايبين اكثر باربع مرات من الاصوات من كافه الاحزاب مجتمعه، يعني اذا بتجمع نتيجه ممتاز واضح مرشح.
أنت أكيد أشطر منا بالجمع كمهندسة، لكن أكيد كلامك صحيح من خلال متابعتنا للأرقام ومتابعتنا لهذه التجربة الناجحة والتي تبعث على التفاؤل في لبنان. أشكرك شكرا جزيلا ضيفتي من بيروت، المهندسة المعمارية والناشطة في لائحة النقابة تنتفض يارا عبد الخالق.